اللي هدفها اصلاح منظومة الصحة، هدفها تحسين اجر الفريق الطبي، هدفها ان المرضى تبطل تعاني وتبطل تموت، ومستشفيات الصحة اللي اصبحت خرابات اكثر منها مستشفيات. اطباء مصر مكملين لغاية تحقيق المطالب. الأعمال حاليا بيتم تعمد انهيارها، لان هي احنا وصلنا لمرحله ان الشركات دي بقت خسائرها 130 مليار جنيه مليون جنيه، وعندها 600 صرف نوائي خاسر. نتمنى ان يكون في نظره جاده لشركات قطاع الاعمال لاحوال العاملين قطاع الاعمال، لان شركات قطاع الاعمال هي الحمايه لكل مريض في مصر، هي الصناعه الوطنيه، هي الامن القومي. متر مش هيفضلوا كده شقيين طول عمرهم بدون اي حل، لازم يكون في حل. لا نزين على احد ولا نريد ان احد يشكك في وطنيتنا او ايماننا ببلدنا وايماننا بحق المواطن المصري في العلاج المجاني الحقيقي مش الوهمي اللي بيحصل حاليا. بنطالب السيد رئيس الوزراء بالنظر وعدم تسييس قضيتنا وعدم الطعن في وطنيتنا، والاعلام اوعى حد يجي ناحيه وطنيه الناس اللي ماتت في 73. الاطباء والصيادله ماتوا في 73 وماتوا في 2014. في منظومه علاج صحي حقيقيه ما تبقاش كاذبه، مش زي منظومه التعليم اللي بيقول لك مجانيه وفي الاخر مش مجانيه. عاوزين منظومه ما بتكلفش الدوله شيء، وحتى حقوقنا الماديه احنا يا سيدي ويا سيدي ويا عمي ويا اخويا ويا ابويا احنا مستنيين لا جدولها على سنه على اتنين على ثلاثه على اربعه على خمسه. احنا ولاد البلد وعارفين خصوصيه الوضع المصري وبنحترم الوضع المصري وما عندناش اي مشاكل خالص. احنا عاوزين المواطن المصري يخش المستشفى وهو فرحان، مش الداخل مفقود والخارج مولود.